خليني برضو قبل ما اختم الاخبار اخدكم كده لمجموعه من الارقام اكتر الانديه الانجليزيه اللي تكبدت خسائر تشغيليه والارقام دي او الاحصائيه دي على مدار السنوات العشره الاخيره في الوقت اللي احنا بنشوف طبعا ارتفاع نفقات في الدوري السعودي وقدرته على انه خدوا بالكم ده كمان هيرفع هيعمل مشاكل كتيره جدا الانديه الاوروبيه وخصوصا في الدوريات الخمسه الكبرى النهارده في نجوم كتيره جدا الارقام الماليه الضخمه اللي بتعرضها الانديه السعوديه بقت يعني بلغتنا كده بتزغلل العيون كتير من نجوم الكره في اوروبا والانديه الاوروبيه عليها انها تبذل مجهود في اقناع نجومها بالبقاء في المنافسات الاوروبيه يمكن ما زالت الانديه الاوروبيه وتحديدا الانجليزيه منها بتتكبد خسائر ماليه ضخمه وده طبعا اللي كان واضح في واحد من التقارير الخاص بحجم الخسائر التشغيليه للانديه الانجليزيه في السنوات العشر الاخيره استعراض طبعا زي ما حضرتكم كده للارقام في مقدمه الفرق اللي قدرت تحقق مكاسب ماليه المان يونايتد واحد 221 مليون جنيه استرليني وفي مؤخره الجدول والترتيب تشيلسي بخسائر بلغت في عشر سنوات حوالي 944 مليون جنيه استرليني هل ده معناه أنه البطوله بتخسر بالتاكيد لا هل ده معناه انه الدوله بتخسر انا باكد لحضراتكم انه مكاسب انجلترا من بطوله الدوري الانجليزي فقط لا غير تتجاوز سبعة في حدود ستة او سبعة مليار جنيه استرليني سنويا ضرائب بتدفع عن طريق الانديه عن طريق اللاعبين عن طريق وكلاء عن طريق البث التلفزيوني عن طريق الحقوق النقل يعني والبث التلفزيوني عن طريق الرعاه والدعايه والاعلان وبالتالي حتى ان كان وهنا بنتكلم على خساره المستثمرين يعني خساره التجربه الاستثماريه او الشركه الاستثماريه او الشخص الاعتباري اذا كان القصه كلها بيقودها شخص معين للمبالغ اللي حضراتكم شفتوها دي نسيب اخبارنا ونختتمها ونرجع نتكلم في التفاصيل مع واحد من نجوم النادي الاهلي الكبار طبعا كابتن عادل طعيم هيشرفنا في السادسه لكن بعد الفاصل